ونعود إلى الشأن المحلي. قبل أسابيع قليلة كانت هنالك عملية تدفيع ثمن في يافة الناصرة وتم إعطاء مجموعة من السيارات. قبلها بأشهر قليلة كان أيضا في منطقة الشمال نفس الواقعة إعطاء سيارات وإحراق سيارات، ولكن كانت الواقعة في قرية إكسال في الشمال. طبعا عمليات تدفيع الثمن في مناطق الضفة الغربية لا تتوقف لا بالليل ولا بالنهار، وتقريبا لا يمر أسبوع دون إعطاء سيارات وحرق وأيضا اعتداء على مساجد ومقدسات، الأمر الذي كان قبل سنوات في طوبة زنجرية وفي أم الفحم وحتى في الناصرة وفي أماكن أخرى. إذن هم لا يتركون مكانا في البلاد، لا شمالا ولا شرقا ولا جنوبا ولا غربا، فيه عرب لا تحت السلطة الإسرائيلية نفسها ولا تحت حتى تحت سلطة السلطة الفلسطينية، إلا ويقومون بالاعتداءات الجبانة ليلا. لا يخرجون من هناك إلا وأن خطوا عباراتهم الموت للعرب وتاج محير بمعنى تدفيع الثمن. الاعتقالات قريبة من الصفر فقط عندما كان الأمر متعلق بكنيسة الطابغة في طبرية، كانت هنالك مجموعة من الاعتقالات، وفي مسألة يافع اعتقلوا قاصرين فقط، مع أنه من الواضح في الفيديوهات بأن هنالك مجموعة، يبدو بالفيديوهات المراقبة بأن هنالك كانوا كبار أيضا ليس فقط قاصرين إنما أيضا بالغين، ولكن الشرطة لم تعتقل سوى قاصرين، وحسب التجربة عادة هذه الملفات تغلق بعد فترة قصيرة. لكم ما حدث قبل ساعات فقط في مدينة نتسيرة عليت المختلطة عربا ويهودا. على جدران في نتسيرة عليت أفاق الأهالي على العبارات التالية: الموت للعرب. أقدم متطرفون يهود من عصابة ما يسمى تدفيع الثمن فجر اليوم الاثنين على كتابة عبارات عنصرية معادية ومسيئة للعرب، ومنها تدفيع الثمن وأرض إسرائيل لشعب إسرائيل والموت للعرب، على جدار مبنى سكني في شارع هاحتساب في مدينة نتسيرة عليت. هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها متطرفون يهود على خط شعارات معادية للعرب واعتداءات على سيارات وممتلكات خاصة للمواطنين العرب في يافة الناصرة وكفر قاسم وعكبرة وكسال وغيرها من البلدات العربية في البلاد. وحضرت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق وجمع الأدلة كالعادة، وكرر المواطنون العرب مطالبهم بوضع حد لهذه الجرائم العنصرية ووقف التحريض على قتل العرب، وحملوا الشرطة مسؤولية عدم اجتثاث هذه الاعتداءات الخطيرة واتهموها بالتساهل في قضايا من هذا القبيل، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالعرب. ودعت قيادة المجتمع العربي السلطات الإسرائيلية إلى توفير الأمن للمواطنين وحماية سياراتهم الخصوصية وممتلكاتهم. وقال الدكتور رائد غطاس عضو بلدية نتسيرة عليت عن القائمة المشتركة للتعايش والتي تضم 3 أعضاء عرب: إن العرب في نتسيرة عليت وغيرها شهدوا مثل هذه الاعتداءات الخطيرة سابقا. توجهنا إلى رئيس البلدية وطلبناه كشركاء في الائتلاف بالتوجه للشرطة لتقوم بعملها وتكشف عن المتطرفين وتقدمهم للقضاء. وأضاف إن هذه الاعتداءات والاستفزازات مستنكرة مدانة بشدة، ونحن نعي أنه لا يروق للمتطرفين وجود العرب في نتسيرة عليت. إذن اعتداءات والموت للعرب في نتسيرة عليت، بالمناسبة تقريبا 30% وعلى الأقل الرقم يقترب من 30% من المواطنين في نتسيرة عليت هم من العرب. وهنالك قائمة مشتركة عربية، القائمة المشتركة للتعايش، فيها 3 أعضاء جزء من الائتلاف في نتسيرة عليت. وأيضا من المهم أن نلفت بأنه في نتسيرة عليت رغم عدد السكان العرب ولكن لا يوجد مدرسة عربية في نتسيرة عليت، وهذه أحد مطالب القائمة المشتركة، وأن تقام حياة اجتماعية ونواد وما إلى ذلك للعرب في نتسيرة عليت، لأن الحياة الاجتماعية عادة غالبيتها على الأقل تؤخذ من البلدات القريبة. والقائمة المشتركة للتعايش حققت الكثير من الإنجازات خلال السنوات الأخيرة للعرب في نتسيرة عليت، والحبل على الجرار. نائب رئيس بلدية نتسيرة عليت دكتور شكري عباودي، يعطيك العافية. دكتور، يمكن هاي الإنجازات حتى الآن لها علاقة بهذا الحقد عليكم؟ أولا أنا أريد أن أؤكد أننا أفقنا صباح هذا اليوم أفاق معلمي سواقة سيارات
في نتسيرة أليت ورأوا هذه العبارات على العمارة في شارع كتسان وتواصلوا معي في حوالي الساعة الثامنة والنصف، وعلى الحال توجهت إلى رئيس البلدية وقائم بعمله وإلى السيد فايتمان مدير شرطة الناصرة. رئيس البلدية قام بإرسال رسالة إلى المفتش العام للشرطة ورسالة أخرى إلى وزير البوليس، وأنا تواصلت مع مدير عام المحطة الذي وعد وجمع الكاميرات كما قال ووعد بعلاج هذا الموضوع من أساسه، وهم يشكون أن العمل يتجه حسب التحقيقات الأولية نحو قاصرين. وكما ذكر أننا عالجنا الموضوع منذ ساعات الصباح الباكر، وإذا كان الموضوع يتعلق بقاصرين فنحن متعودين كل سنة ونص أن نرى بعض هذه الكتابات. على فكرة قامت البلدية بإصدار بيان شجب لهذا الموضوع، وعلى الفور تواصل معي النائب مشكورا النائب يوسف جبارين الذي يقدم الآن استجوابا لوزير البوليس وخطاب بالدقيقة في الكنيسة لمتابعة هذا الموضوع. الموضوع قيد العلاج، نحن صاحيين، وأقول بكل صراحة أن القائمة المشتركة بأعضائها الثلاث تتابع هذا الموضوع منذ صباح اليوم وناشطين آخرين في القائمة. يبدو أن العنصريين وأن حتى لو كان قاصرا فإن السياسة المركزية التي تنتهجها حكومة اليمين برئاسة نتنياهو هي التي تزرع الأرضية لمثل هذه الكتابات والتفوهات، وإن كان قاصرا فالمسؤولية على أهله والمسؤولية على جهاز التعليم والمسؤولية بالتالي تعود على الحكم المركزي، لأنه لولا وجود سياسة معادية للعرب لما كانت هذه الكتابات أصلا. ونحن في يبدو أن لا يروق للكثيرين وخلطة العنصريين الإنجازات التي تحققها نحن في المجتمع العربي من خطوات واثقة نحو المساواة، وخاصة في جهاز التعليم وجهاز الحياة التربوية في المدينة. على فكرة اليوم لنا نشاط كبير في مسيرة أليت يضمن نشاط للكريسماس ماركت للأطفال من الرابع حتى السادسة وأكشاك للميلاد وبكتابات عربية في أكبر مجمع بيركوفيتش في نتسيرة أليت، وننهيه في الساعة الثامنة باحتفال كبير لليالي شامية. كل هذا يبدو أنه يقض مضاجع ونوم العنصريين وبالتالي يقومون بهذه التعريض، وقد يوعزوا إلى بعض القاصرين لعمل هذه الكتابات لكي يخلخلوا أو يؤثروا على الحياة في المدينة. نحن نقول لهؤلاء العنصريين خسئتم، لأن وجودنا هنا هو وجود حق لأناس يرتبطون بشعبهم وبأرضهم، وبنفس الوقت نحن نطمح للمساواة الكاملة مع الأغلبية اليهودية في المدينة. نعم أستاذ شكري، تحدث بأنه الحديث عن قاصرين، هذا الأمر أيضا سمعناه في يافة الناصرة، تقريبا نفس الحديث سمعناه في كسال قبل 3 أو 4 أشهر. أحيانا نرى بأن الشرطة، صحيح المؤسسات الرسمية البلدية يعني تجب تستنكر وما إلى ذلك، ولكن الشرطة أحيانا نشعرها متقاعسة، أو عندما يكون الموضوع بهذا السياق تتلكأ. ما هي الأدوات التي يمكن استخدامها لكي نعجل بمعرفة، نحن أيضا نريد أن نعرف لكي نمنع فعل قادم مستقبلي في البلد؟ أولا أنت كما تعرف ونحن كجزء من إدارة البلدية قمنا بزرع حوالي 300 كاميرا من في المدينة، وطلبنا من البوليس وقد قام بالفعل بجمع الكاميرات لمتابعة الساعات الأخيرة، لأن بالأمس الليل ما كانت هذه الكتابات وقاموا بجمع الكاميرات، نأمل أن يضعوا يدهم على الفاعلين. أنا أدرك جيدا أن الشرطة عندما لو كان الأمر متعلق بكتابة ضد اليهود أو أمر آخر في الوسط العربي لكشفه عن الإنسان خلال ساعات، ومن هنا أطالب بل أحمل الشرطة المسؤولية الكاملة عن زرع أي بذور للعنصرية طالما لم يكتشفوا الفاعلين. وعندما يكتشفوا الفاعلين ويوصلوهم إلى أروقة القضاء عندها تزيد نسخ بأن الشرطة بالفعل تريد علاج هذه القضية واجتثاثها من أساسها. وبما يخصنا نحن كبلدية كما ذكرت لك تواصلت منذ الصباح من الساعة 8:30 مع رئيس البلدية القائم بأعماله مديرة عامة البلدية والناطقة بلسان البلدية مدير بوليس نتسيرة أليت، والرئيس توجه إلى المفتش العام للشرطة، والبيانات التي صدرت تروق لنا لأنها تطلب إنزال أشد العقاب بالزنا. نحن نطلب من المواطنين الحذر والصبر
أن يكون صحيح، وبنفس الوقت هذا لا 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 ولن يرفعنا عن المطالبة والنضال من أجل إحقاق المساواة التامة لعرب المدينة. وكما ذكرت نحن ثلث السكان وحوالي ربع المصوتين، أنجزنا 3 أعضاء من 17 ونحن شريكين فاعلين في الائتلاف الشامل في المدينة، وهذا لا ولن يروح لليمين المتطرف. سؤال أخير يتعلق بالإنجازات أستاذ شكري بعد إذنك. هذه السنة أضيئت شجرة الميلاد، والآن تتحدث عن كريسمس ماركت أيضا، وتتحدثون أيضا عن إمكانية محتملة خلال الدورة القريبة لإقامة مدرسة. في ظل كل هذه الأجواء التي تعيشها الدولة بشكل عام، الحكم المركزي كما قلت، العنصرية قطريا ومحليا، كيف لهذا النموذج في نسيرة ريت أن يتكون نجاحات وإضاءة شجرة؟ الرئيس السابق كان يرفض أي مشهد يدل على وجود عربي إسلامي مسيحي أو أي كان داخل البلد. نحن نقول للمواطنين أن هذه الإنجازات هي ثمرة عمل ونضال طويل عمره أكثر من 10 سنوات لعمل وحدوي مشترك للمجتمع العربي في تطوير هذه. في هذه السنة ليس فقط أضاءنا الشجرة، وإنما كانت مسيرة طويلة ومشاركة فاعلة من السكان، وتكبر المسيرة رئيس البلدية والقائم بأعماله وأنا كنائب ورئيس البلدية بالإضافة إلى زملائي أعضاء البلدية العرب دكتور غطاس وحبيب عودي، وكان معنا المئات من السكان وكشافة الروم الأرثوذكس وعلى وقع الموسيقى الاسكتلندية، وصلنا إلى منطقة الشجرة وغطيناها، وألقى رئيس البلدية كلمة وكذلك القائم بأعماله وألقيت أنا كلمة باسم القائمة بجو من التعاون والعمل. بالنسبة للإنجازات، إنجازاتنا تسير بخطى ثابتة في أحيانا بطيئة وأحيانا أسرع من أجل إحقاق الحقوق الوطنية للمواطنين، وعلى رأس ذلك الحق بالتعليم. وقد عقد المجلس البلدي أو المجلس المصغر برئاسة رئيس البلدية جلسة نحو الخروج إلى الاستبيان الاستطلاع من بين السكان العرب من أجل إقامة المستقبل المدرسية لتكون أول مؤسسة تربوية للمجتمع العربي في هذه المدينة، ونأمل أن نصل حتى نهاية العام 2019 إلى ما يسمى كود بيتسفر، وهذا بفضل نشاطنا وعملنا التربوي. العزيز الدكتور شكري عواودي نائب رئيس بلدية نسيرة عليت، شكرا جزيلا لك.